مواضيع في البودكاست. بودكاست انا راس مش ناخذك مع خبر كان خرج امس اللي هو وفاة مفتي تونس الاسبق محمد مختار السلامي بعد صراع مع المرض. الشيخ محمد مختار السلامي كما نعرفوه الناس الكل هو رجل دين اصيل ولايه صفاقس، تولد عام 1925، متخصص في الدراسات القرانيه والفقه وقواعد التشريع، حاز على شهاده التحصيل في العلوم الدينيه والشهاده العالميه في شعبه اصول الدين من جامعه الزيتونه، وشغل الفقيد منصب مفتي الجمهوريه التونسية من عام 84 حتى العام 98، كما ترأس أيضا الفقيد المجلس الإسلامي الأعلى في تونس بين 89 و93، وكان أيضا عضو في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة، ورئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، وعضو هيئة التوافق الشرعية بالبحرين. نال الفقيد محمد مختار السلامي الصنف الأكبر من وسام الجمهورية التونسية والوسام الثقافي للجمهورية التونسية، له عديد وعديد المؤلفات من بينها التعليم الزيتوني ووسائل إصلاحه، الأسرة والمجتمع، الاجتهاد والتجديد، الهداية الإسلامية، آفاق البحث في علم المقاصد، الاجتهاد، النص، الواقع المصلح، البحث في مقاصد الشريعة، نشأته وتطوره ومستقبله. رحم الله الأستاذ الفقيد محمد مختار السلامي، وإن شاء الله في ميزان حسناته كل ما قدمه للجمهورية التونسية. الله يرحمه وينعمه، فعلا مديحة. هو فقد التونس وفقد الولاية صفاقس، يعني واحد من رجالاتها اللي أعطاه صورة معناها مختلفة جدا عن صفاقس، ويعني صفاقس مدينة العلم ومدينة يعني متميزة كما تعرف مديحة من قبل. دونك لهنا الله يرحمه وينعمه. باش ناخذك الخبر واحد آخر مديحة، مؤلم للأسف. أيوة. أمس الكل قرينا على الشاب اللي توفى في المستير حرقا، يعني حاجة توجع القلب. إنسان يكون راقد برا من داره يتبرد، صحيت هو دنيا سخونة، دونك ناس كلها تحاول انها تتبرد بأي طريقة، ممكن عندوش كليماتيزور، يطلع للسطح وإلا خرج القاد برا، الله أعلم شنو الظروف وقتها. دونك كل قرينا أنه مجموعة قاموا بحرق شاب هو راقد، يعني صب عليه ليسانس وشعلوا فيه النار وهو راقد، كان تم نقله بعد الإصابة هذيك، كان تم نقله للمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير، لكن في العشية كان توفى يعني متأثر بالجراحة متاعه. بالحق نقطة استفهام كبيرة على الأخر، علاش جمعة فيتة يعني حديثة قفصة، اليوم حديثة المنستير، كل يوم نسمع بحادثة غريبة، معناها هنا خليني نقول برشا ناس تقول لك هذيك هو مفعول الزطلة ومفعول التسيب ومفعول انه مثلا ماش ناس في مداركهم العقليه يوصلوا، معناه يصبوا ليسانس على شخص ويحرقوه. ربما الابحاث تبين اسكو ثم مشاكل بين المجموعه هذه والشخص اللي موجود قدام الدار، هل هو عبث لمجرد العبث، هل ما فهمناش معناه قديش ولات الروح رخيصه عند المواطن. ديجا هي النيابه العموميه بالمنستير كانت اذنت بفتح تحقيق في القضيه بتهمه محاوله القتل العمد مع سابقيه القصد. ولو بينك وبينه مشاكل مديحه، ولو بينه وبينك انت مهما كانت المشكله، شنو المشكله اللي تخليك انت تقتل انسان بالطريقه هذه، كانك تحرقه هو راقد، معناه في الحاله هذيك، فهمتني؟ واذا كان عادي ما بيناتهم حتى شيء وما بيناتهم حتى مشكله، يعني هذيك هي الطامه الكبرى، الطامه الكبرى بالحق. الله يرحمه وينعمه، وان شاء الله العداله، وربي يصبر عائلته، وان شاء الله العداله تاخذ مجراها، ان شاء الله يلقيوا القبض على الناس هذوما، ويعني وتحقق فيهم العداله. وبالحق حاجه مؤسفه على الاخر، كما شفنا الاسبوع الماضي هذه حادثة قفصة، معناها حتى الانترنت كيفاش تفاعلوا مع الحادثة، الناس اللي دعات إلى الإعدام معناها ودون رحمة ودون حديث عن حقوق الإنسان، لأنه ناس كيما هكا يعتديوا الاعتداء الكبير إلى حد الموت، سواء كان بالحرق ولا بالداس ولا بالضرب، ناس ما نجموش نحكيوا معهم على حقوق إنسان لأنه ما عندهمش إنسانية أصلا، لأنه تجاوزوا الحقوق، معناتها ما عادش نجم أنا ندافع عليه إنسان كيما هكا وقت اللي الرحمة انقطعت من قلبه، وقت اللي يوصل يعتدي على الآخر ويتلذذ، سامحوني في الكلمة، بهرسلته ولا يتلذذ بتعنيفه ويتلذذ بتأليمه لدرجة الموت، معناها فريمون يلزم وقفة صارمة، ويلزم قوانين رادعة حقيقية رادعة بالحق، باش إنسان وقت اللي يعمل عملة يعرف روحه على شنو قادم، تكون بالحق بلد القانون ودولة القانون، وتكون حتى ثم تنقيحات ربما دعات لها برشا ناس وبرشا محامين وبرشا
مجتمع مدني قانونية. إلى عقوبة الإعدام اللي يلزم تكون موجودة. خلي الناس تعرف كل إنسان شنو الحق وشنو الواجب، وخلي بالحق تعود للإنسان القيمة متاعه. كما شفنا جريمة قفصة اليوم، جريمة المنستير، إنسان راقد لا بيه لا عليه، يتبرد ولا من عشان ظروفه، في أمان الله يكون. في أمان الله يقول قايل قروحه معناها الله يرحمه، نعمه حاجه توجع القلب مديحه. انتو كاش وايه خرتو، نحكي لكم اكثر زيد على اسعار الاشتراكات المدرسيه والجامعيه. ثم شكون يقول مش تشهد ارتفاع، لكن وزير النقل يقول انه مش مثماش نيه للترفيع فيها. كيف بالنسبه للادوات المدرسيه، هذا حديث العائله الايام هذه.